كتب عليهم الترحال والتهجير منذ نكبة 48، وصار مئات الآلاف منهم لاجئين في مخيمات الداخل والشتات قابعين فيها على مر العقود. الأمم المتحدة أسست وكالة الأونروا بعد النكبة لتولي شؤون قرابة 6 ملايين فلسطيني ممن أجبروا على مغادرة بلادهم وديارهم، حيث يعيش نحو 1,500,000 منهم في 58 مخيماً مسجلة في الداخل والخارج. الحديث عن معاناة هؤلاء اللاجئين في المخيمات يطول ومعروف، لكن مسيرة 70 عاماً في تاريخ الشعوب لا ترى تفاصيلها سوى عدسة مصورين محترفين زاروا هذه المخيمات التي صنعت من قماش وتحولت بيوتاً مبنية في أزقة لا ترى فيها الشمس. لكن شعور الضياع بفقدان الوطن وطعم الغربة المر ومشقة العيش بقيت نفسها قديماً وحديثاً بعيداً عن الوطن الأم. مخيمات اللاجئين الفلسطينيين عبر التاريخ لقطات بعيون المصورين، لكن عيون سكانها ترحل نحو ديارهم الأصلية التي لا يمتلكون منها سوى مفاتيح العودة. سماح السيد، الحدث.